بعدين فطيه حاكين بعدين يلا طيب المي خليها ابويا هاك ابن عمو شرب بالطريقه حبيبي اه شرب يا اخي شرب ميه شرب ميه حبيبي تعال حبيبي تعال يا اخي تراسي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يحفظك. أنت شفتك غادي. الله يسلمك. الله يسلمك. حياك الله حياك الله. شو وقت انتم تحررتوا؟ من الباحه احنا متحررين الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شو الدواعش بشاف ابطال الفرقه المدرعه تاعكم؟ والله مثل الجردان كلهم متهزمه. شلون تعامل القوات الامنيه معاكم؟ والله فول فول زين فول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يوصلكم. والله واحد وصل اهله وصل اهله وياكم الحمد لله. الله وصلنا هنا. شو سووا الدواعش بشافوا الابطال وصلوهم؟ وي تعالوا شوفوهم تعالوا شوفوهم بالقران قاتلين مثل الجراده. انهزموا انهزموا. من يقدر يظل؟ من يقدر يظل؟ ايش كانوا يسوون قبل ما يوصلون الجيش؟ والله ما تقدر تطلع اصبعك قدام البيت. الحمد لله. هاي هسه هاي الفتره غير بقى ما اقدر اطلع برا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. من اي منطقه؟ من بشرفه من الباحه. وين بشرفه بالضبط؟ بالبدايه يم الجامع. يم الجامع يا شو اسم الجامع اليوم؟ وين ذاك الدخان؟ جامع الفرج. جامع الفرج. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم ينصركم ويحفظ العراق ان شاء الله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. اوك حبيبي في الدلع. اواتي وصلت انت وصلت السيارات موجودات هناك لان بعد قدام يمشي يمشي. الحمد لله على السلامة. السلام. الله يسلمك تفضل. شو تحركت؟ والله تحررنا من الساعه 6 اليوم. ايه من منطقه حاول الكنيسه. حاول الكنيسه. الجيش عليكم. ايه والله طبونا. شو كان تعاملهم وياك؟ والله حيس زين. شنو الفرق بين القوات الامنيه الجيش وكل والله ذوك عشاك يتحامون بينا. والله ذوك يعني اشن ذلول البشر. يا ابو تقولوا العالم ميته ما تقول له يا باي جثه العالم بس تعال عاوننا ما يفيد. يقول انت تعال اطلع قاتل ويانا يعني. وهذا ما هو جايب اسلام هذا. والله الحمد لله زينه. والله الحمد لله يعني ما قصروا معنا وان شاء الله يا رب يفرج عن كل ان شاء الله يطلعهم كلهم سالمين. اي والله الحمد لله. والله المشرفه الاولى. المشرفه الاولى. اي والله. بس راح ينقلوكم سيارات باصات ومكان يا للحمام علي المخيم. الله يبارك فيك. الله يحفظك ان شاء الله. استر عليك ان شاء الله. سيارات ان شاء الله. اشكرك ممنون اخويا. ان شاء الله. الله يحفظك. شلون شفت قوات الامنيه تعال؟ والله الحمد لله كل زين. شو كنت تعاني بايام داعش؟ والله كنا نعاني اشكال. والله شو كان تعامل معاكم من ناحيه الاكل الشرب؟ والله لا اكل لا اكل ولا شرب. اي والله. بس شلون تشوف الفرق بين القوات الامنيه؟ كلش واسع يختلف. من طبع عليكم حرركم؟ فرقه التاسعه؟ فرقه التاسعه نعم. فرقه التاسعه؟ اي الحمد لله. من اي منطقه انت؟ انا من منطقه مشيرفه الاولى. مشيرفه الاولى. شو تقولي للقوات الامنيه؟ الله يحفظهم والله ينصرهم ان شاء الله. وإن شاء الله يكملون الجانب الأيمن. الله يشيل الدواعش والله يخذلهم إن شاء الله. إن شاء الله دائما أنتم منصورين. إيش كان يسويكم داعش؟ يعني يدمرون العالم خمارات والكفوف والحجاب هذا الكاب أشني هذا دمرونه. الله لا خلونا نحكي بالموبايل
زين ناكل وشرب، ايش كنتوا تاكلون تشربون؟ ما يعني ناكل عادي، ما ناكل مليح مليح يعني، ما ناكل تمن وهذي. الشكل نحمد ونشكره حتى يرضى. الحمد لله. حجي ممكن تحكي لنا شويه شلون كنت متعانون من داعش؟ الله يا با الله الله بس هو يعلم. يعني هاي اخر شيء ثلاث ايام اربع ايام والله احنا قلنا ما نطلع منه. لا والله زين الحمد لله. شو تقولين للاجهزه الامنيه والله يا با الله يحفظهم الله يبارك فيهم اللي حرروكم؟ شو تقولين؟ الله يحفظهم يبارك فيهم بيعافيهم ويستر عليهم. زين شفتي الفرق بين داعش وقوات الأمنية فرقة التاسعة مدرعة؟ الشم يا أبا الشم ماكو فرق. يعني اكو فرق؟ فرق من السماء للأرض. شنو الفرق؟ ما تقولين احنا هنوكا كنا عايشين مكبوتين مكبوتين، هوني الحمد لله والشكر نحمد ونشكره حتى يرضى. حجي يا قوات الله شلونك؟ حقيقة لبعد المسافة بين حمام العليل ومنطقة العمليات الحالية في منطقة مشيقة، تم فتح نقطة استقبال متقدمة في محطة وقود قرب محطة إسالة الماء، وكذلك نقطة نقل النازحين في محطة ترميد متقدمة تابعة للفرقة التاسعة. نعم، بلغ عدد النازحين لحد الآن منذ بدء العملية من الخميس ولحد الآن 10,000 نازح، أما في الجانب الأيمن فبلغ 430,000 نازح. نعم. والله المعنويات حيل زينة وعالية، حيل عالية ما شاء الله، والتقدم مستمر، والجيش العراقي بخير، والمواطنين هسا دا يخرجون من مشيرفة، وما شاء الله يعني العملية ماشية مثل ما أريد.